أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بكلمين، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب، كما أطلب منكم العمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي عينتم بها. المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2023 السلام عليكم. كنشكركم اولا على الحضور ديالكم والتغطيه ديالكم ديال اشغال هذه الجلسه الرسميه التي جرى فيها تنصيبي رئيسا للمحكمه الابتدائيه بوكلمي، بعد ان نلت الثقه المولويه الساميه بتعيين رئيسا هذه المحكمه. وكما تعلمون فانا جد شاكر لهذه الالتفاته المولويه الساميه، كما انني على قدر اعتزازي بهذه المكرمه الملكيه بقدر استحضاري لجسامه المسؤوليه الملقاه على عاتقي، ولهذا سأسعى جاهدا إلى تحقيق برنامج العمل الذي سطرته في كلمتي، وسأكون حريصا على تقديم خدمة قضائية وكذا إدارية بجودة عالية داخل هذه المحكمة، أساسها الجدية في العمل وكذلك الانضباط لمدونة الأخلاق ومدونة الأخلاقية. سأسهر جاهدا على تطبيق برنامج عملي، وأرجو من الجميع أن يقدم لي السند وكذا الدعم، خصوصا رجال الإعلام الذين يجب عليهم أن يواكبوا هذه البرنامج العمل سأقوم به. أرجو فقط منكم أن يكون العمل جدي وأن تستحضروا أننا هنا جئنا لنشتغل بكل جدية وبكل صرامة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في أداء هذه المهمة الجسيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عندنا حصيدا القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له العزر والنصر والتمكين. أشكر لكم حضوركم الصحافة المكرمة، كما أنني سأؤكد لكم أنني سأنهج سياسة تواصلية معكم، وستجدوا أبواب مفتوحة للحصول على أي معلومة صحيحة كما يتعلق بالشأن القضائي. أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا كذلك على تغطيتكم هذه الأشغال. شكرا. والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء وأغتنمها. المعرض في التاسع من أكتوبر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والعدول والمختفين والخبراء والتراجم والنساخ، السادة أطر الموظفي هيئة كتابة الضبط، السادة الوسائل المصالح الخارجية وممثلي هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والوطنية، أيها الحضور الكريم، كل بحسب صفته والاحترام. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.